الكثيرين يكون من أصحاب الحظ الجيد عند السفر بالطائرة، فقد تكون المقاعد فارغة بعض الشيء ما يتيح لك المزيد من المساحة طبعاً بجانبك، أو تكون محظوظاً بما فيه الكفاية وتتمكن من ترقية تذكرتك إلى الدرجة الأولى مقابل سعر بسيط. ولكن هذه المرة مع شيرل برادو كان الموقف مختلف بعض الشيء بسبب انكماش حركة المسافرين. بالطبع كانت شيرل المسافرة الوحيدة على الطائرة بأكملها، لدرجة أن شيرل نفسها لم تكن متأكدة إذا كانت الطائرة ستقلع أصلاً أم لا، ولأنها الوحيدة على متن الطائرة قرر طاقم الطيران والمضيفات توجيه التحية لشيرل عبر الميكروفونات ومنحها مقعداً في الدرجة الأولى مجاناً. طبعاً بذلك شيرل قد يتساءل البعض لماذا تسافر وتخاطر في ظل انتشار الوباء، وهنا ما يزيد الأمر إثارة. سافرت شيرل وهي تستعد لرؤية والدتها المريضة للمرة الأخيرة، والتي تم إدخالها إلى أحد دور رعاية المسنين بعد معركة طويلة مع الخرف. أمضت اليوم مع والدتها بالفعل وعادت إلى ديارها، معبرة أن رحلة العودة كانت أصعب لأنها كانت تدرك أن هذه هي المرة الأخيرة التي سترى فيها والدتها والتي توفت بالفعل صباح اليوم التالي. معاملة بالطبع لا يحظى بها الكثير مننا كل يوم. هذا الفيديو أثار تفاعل وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، سنشارككم البعض منها. البداية هي من رانيا التي كتبت: برافو عليهم، العمل بسيط لكن أكيد أضاء يومها وخلى في شيء مميز شوي في وسط الرهبة اللي عايشينها أو عايشها العالم. أما مرقس فقد كتب معلقا: قطعت قلبي، إذا كانت أمي بتموت أكيد هروح أشوفها ولا يهمني وباء ولا غيره. أخيرا سارة كتبت مغردة: الجميل في الموقف أن شركة الطيران تحركت ونقلت راكب واحد، مع أنه أكيد في خسارة للشركة لكنهم التزموا كونها دفعت ثمن التذكرة.